اهلا بيكم في برنامجنا نفسي اكون. نفسي اول ما اكبر اطلع مخرج. نفسي اما اكبر اكون مهندس طيران. نفسي ابقى لعيبه كاوتشوك كبيره. نفسي اطلع شيف وشيف كبير قوي كمان. نفسي اكون مصممه ازياء. انا عايزه اطلع مدير اسود ونمور. اصدقائي صديقاتي اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا نفسي اكون. النهارده هتكون حلقه امنياتها جديده، حلقه هنتكلم فيها صديقه لينا احلامها كبيره وطموحاتها مش عاديه وكمان جريئه. طبعا يا اصدقائي هتستغربوا مهنتها. دلوقتي يا اصدقائي تعالوا نتعرف على صديقتنا، اسمها ايه وعندها كام سنه؟ انا اسمي روجينا وعندي 12 سنه وفي 6 ابتدائي. يا ترى نفسها تكون ايه في المستقبل؟ عارفين انا نفسي ابقى ايه؟ نفسي اكون مديره مدرسه. صاحب المهنه دي كلنا بنخاف منه في اوقات كتير، وكمان لما بنروح مكتبه بنكون مرعوبين مع انه بيحبنا وبيخاف علينا، وهو بيعاملنا على اننا ولاده واحنا كمان بنحترمه جدا. عشان نعرف اكتر عن المهنه هنروح مع حضرتكنا عند مدير المبيعات. اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا يا بنتي. انا اسمي جينا وعندي 12 سنه ونفسي اكون في المستقبل مديره مدرسه. مديره مدرسه مره واحده؟ ده الحوار كبير قوي بقى. طب تعال هنقعد مع بعض بقى وايه ونحكي مع بعض. شفتي مدير المدرسه استقبلها ازاي؟ وكمان هو كسر من جواه الخوف. يلا بينا نروح نشوف هيتكلموا فين. اسالي يا ستي بقى الاسئله اللي انت عايزاها كلها. ممكن حضرتك تكلمني عن الدور اللي بيقوم بيه مدير المدرسه؟ طبعا عشان تكوني مديره مدرسه بتمري على مراحل الروشينه. تبداي طبعا تخشي كليه التربيه، كليه اسمها كليه التربيه عشان تطلع المعلمين او مدرسين او مدرسات. تطلع من كليه التربيه تبقى مدرسه، بتاخدي وقت في الترقي لغايه ما تبقى مدرسه اولى، وبعد كده بتبداي تبقي وكيله مدرسه او وكيله مرحله، وبعد كده بتبداي بقى بتميزك في الشغل ترشحي كمديره مدرسه زي ما حصل بالظبط معايا. فبس لازم يكون في كفاءه. دلوقتي الدوله او الوزاره بشكل عام تختار المديرين او القيادات على اساس الكفاءه، فممكن تبقى مديره مدرسه في وقت قريب، مش لازم تبقي 55 سنة ولا 60 سنة، عشان لا ممكن تبقي في وقت قريب مديرة مدرسة بس لتميزك ولكفاءتك. فلازم بالتالي ترشحي لمنصب مدير مدرسة. هو في اختلاف ما بين نظم المدرسة ومدير المدرسة؟ بصي يا روجينا، في مدرسة بتبقى ذات مرحلة واحدة بس، يعني مثلا مدرسة ابتدائي تبقى ليها نظم مدرسة تمام، ولكن لما تكون مدرسة متعددة المراحل يعني فيها رياض أطفال وفيها ابتدائي وفيها إعدادي فيها ثانوي، هنا بقى بيبقى كل مرحله فيها وكيل مسؤول عنها، بيبقى فيه الهيد اللي هو بقى ماسك المدارس الاربعه بيبقى هو مدير المدرسه. اذا فهمنا نظر المدرسه دوت لما تكون مدرسه مستقله بذاتها مرحله واحده هو بيبقى النظر بتاعها تمام. لكن مدير المدرسه بيبقى مسؤول زي مدرسه تجريبيه مثلا، تلاقي المدرسه فيها رياض اطفال او كي جيز، فيها ابتدائي فيها اعدادي فيها ثانوي، بيبقى في كل مرحله من دول عليها وكيل هو مسؤول عنها. يبقى هنا بقى الهيد الكبير اللي هو مدير المدرسه، يبقى ده اسمه مدير المدرسه او البرنسيبال المسؤول عن كل المراحل دهيت. ودلوقتي بقى الكادر الجديد عمل مسمى وكيل، يعني دلوقتي كل مرحله بقى لها وكيل، وكيل مرحله، فده بيشتغل وكيل مدرسه لغايه ما يرقى، بعد كده بيبقى ايه، بيبقى مدير مدرسه فيما بعد. ممكن حضرتك تكلمني عن الدور اللي بيقوم بيه مدير المدرسه؟ والله يا بنتي مدير المدرسه يعني بيقوم مش بدور واحد بس، هو طبعا اهم الادوار اللي بيقوم بيها مدير المدرسه هو توزيع المهام في المؤسسة اللي هو فيها. يعني لو عنده مثلا مؤسسة فيها أربع مراحل بيقوم بتوزيع المهام على أساس المرحلة الأولى، بيقوم بتوزيع، بيشوف الوكيل مين، بيشوف الإشراف بتاعها مين، بيشوف التقرير اليومية إيه اللي بيتم فيها تمام. ده من أول من ألف يه مدير، وبعد كده بيبدأ يتابع الحركة التعليمية عن طريق الكلاس فيزيتس، عن طريق اللي هو بيشوف التقارير اليوميه، عن طريق اللي هو بيحتك بالسينيور تيتشرز اللي هم المدرسين الاوائل، بيشوف كل ستاف تقرير عن كل المدرسين اللي معاه يوميا، ولو في سلبيات عند احد المدرسين بيبدا يعرضها، المدرس الاول بيعرضها على وكيل المرحله، وكيل المرحله بيعرضها عليا، بنبدا نشوف حلول او طرق علاج ليها. زي ما كده بنجتمع كل اسبوعين، يعني مجلس الاداره عندنا في المدرسه اللي هم الوكلاء بتوع المراحل بيجتمعوا معايا وبيعرضوا عليا السلبيات والايجابيات، ونشوف طرق علاج لحل اي مشكله في المدرسه. فطبعا وبعدين المدير يعني لازم يحضر اول واحد ويخلص اخر واحد، يبقى مسؤول عن كل كبيره وصغيره في المدرسه.
سواء عمال سواء مدرسين سواء طلبه سواء اولياء امور، لازم يكون فاتح بابه لكل الناس، لان دي مؤسسه كبيره ولازم هو يكون صدره رحب لحل هذه المشكلات، وده طبعا بيؤدي الى النجاح والتميز في الاداره المدرسيه. عايز اعرف من حضرتك ايه هي علاقه المدير بمدرسين المدرسه؟ والله علاقه المدير المدرسه بمدرسينه لازم تكون مبنيه على الحب والتفاهم، مش علاقه اوردر وتنفيذ، لا، الاول بيبني جسر ما بينه وبين مدرسينه، بيبداوا اللي هم يصطفوا حواليه، اي مشكله بيلاقيهم جنبه وبيراعي ظروفهم كويس قوي، على قد ما هم بيشتغلوا بيديهم، مش هم يبقوا تعبانين ومخلصين في عملهم وما لقوش الاثابه او المكافاه او الحافز او الكلمه الكويسه، ده كله بيخلي الاصطاف نفسه ويلتف حول مدير المدرسه وبيحب مدير المدرسه، بدون ما اي مجهود خالص بتلاقي الشغل ماشي زي تروس في المكنه، شغال لوحده، ليه؟ لان علاقتهم بالمدير علاقه حب، في نفس الوقت شغل، ورك از ورك، شغل شغل، هم اوتوماتيك بيتحركوا وبيشتغلوا في بيقوموا بالمهام بتاعتهم بدون اي نوع من انواع الاجبار او العقاب او الى اخره. ازاي المدير بيحتوي اي مشكله تقابله في المدرسه؟ والله بص، ما فيش مدرسه الا ما لازم يكون فيها بعض المشاكل، ولكن المدير النشط اللي هو ما يقعدش في مكتبه، ما يستناش المشكله تيجي، هو لما بيتفقد بالحصه الاولى من الطابور، من طابور الصباح، يتواجد في اول قلب الطابور في وسط الطلبه، يعني ممكن يحصل مشكله في الطابور الصبح، وجود المدير في حد ذاته جوه طابور الصباح بيحل المشاكل، ما يخليش المشكله تحصل، الطالب عارف ان وجود مدير المدرسه متواجد، بيتفقد الادوار، يتفقد الفصول، يخش يعمل كلاس فيزيتس للمدرسين، بتلاقي المشاكل بتقل بدرجه كبيره جدا، غير لما يكون انا قاعد، يعني برضو مع احترامي في وكلاء وفي ايه، ولكن برضو تواجد مدير المدرسه في المكان او عدم تواجده في مكتبه على طول، ده بيخف كتير قوي من المشاكل الموجوده تكون موجوده في المدرسه. وطبعا اكيد في مشاكل بتقابلنا، يعني مثلا من ضمن المشاكل، انا هنا كمدرسه فيها مرحله ثانويه. فيها 9 فصول او 9 كلاسز، الفصل اكيد بيبقى فيه طلبه في السن دوت او سن المراهقه بيبقى عندهم حاجات داخليه عايزين يطلعوها، زي عندهم انرجي زياده، فانا بحاول اعمل ايه؟ بحاول اوفر هذه الطاقات باني اخليهم يوفروها في الانشطه المدرسيه، اشوف المواهب اللي فيهم واشغلها، اشوف اللي عنده تربيه رياضيه او عنده مهاره في نشاط معين واشغله، بالتالي بدل ما يطلع المشاكل دي مع مدرسين، او ان هو يضايق مدرس، او ان هو عايز يروح البيت، او ان هو يخترع ان هو ازاي يهرب من المدرسه، لا، ده انا احببه في المدرسه، اخليه هو جاي لي الصبح بدري، ها، عايز عشان خاطر النهارده هيقوم بدور رياضي، عشان هيقوم بدور ثقافي، عشان هيقول اذاعه الصبح، تمام؟ فبالتالي بحتوي هذه ايه؟ مشكلات. في مشكله بقى اكبر، اولياء الامور يقول لك دروس خصوصيه. والله لو مدير المدرسه قعد مع مدرسين في اجتماع بالود وجه عمل قرار اداري داخلي ان كل المعلمين لازم يقوموا بالمجموعات الدراسيه في المدرسه، ويعتبر المعلم اللي مش بيدي مجموعه مدرسيه اللي هو بيبعد عن الخط الستريت، اللي هو بقى بيدي بقى برايفت ليسونز او دروس خصوصيه، تمام؟ احنا بنحاول نعالج المشكله بان يبقى كل مدرس لازم عنده مجموعه من الطلاب بيديها مجموعات دراسيه، فاحنا بنحل مشكله ان كل ولي امر لازم يدي المدرس، فانا عامل هنا زي قرار اداري كده لابد من كل معلم ان هو يقوم بالتدريس في المجموعات المدرسيه. فدي بتحل شويه، لان طبعا ولي الامر ما اقدرش عنده طالب ولا 2 ولا 3 عايز يدي في الماس والساينس والانجليش والدراسات، ما ينفعش. فانا برضو كدوري كمدير مدرسه بحل شويه مع ولي الامر، اللي انا بخلي مجموعات دراسيه داخل المدرسه. ايه هي المواصفات اللي بيتميز بيها مدير المدرسه؟ والله مدير المدرسه لابد ان هو يكون عنده بعض او عنده كاريزما معينه لإدارة المؤسسة. زي ما قلت قبل كده، اللي لابد اللي هو ما يقعدش على مكتبه. لازم يتفقد ولازم يلف كده في المؤسسة بتاعته، في المدرسة بتاعته. يوميا لازم يعدي يشوف معامل الأوساط مثلا على سبيل المثال. يعني معامل الأوساط أنا عندي هنا مثلا في 3 معامل أوساط. لازم يشوف الجدول بتاع معامل الأوساط. لأن إحنا عاوزين نطلع من التعليم التقليدي. اللي هو نظام سبورة وطباشيرة. لأ. انا عندي معمل الاوساط، عندي اجهزه، لازم اكون موفر كمبيوترز، داتا شو، بنعرض الدرس على سي دي، بنبدا نطلع من التعليم التقليدي، بيبدا الطالب يشاركني، ممكن يروح البيت ياخد السي دي يسمعها يشوفها،
الدرس بالنسبه له بقى فيه سمبلستي اكتر، فيه بساطه اكتر، فالخروج من التعليم التقليدي دي حاجه. الحاجه الثانيه ليكون نشط ويكون معاصر لكل ما هو جديد، يكون ابديتد، يعني كل جديد يكون عليه، اي نشره او اي قرار اداري او اي قرار وزاري يكون هو على درايه بيه. حاجه تانية زي ما قلنا العلاقه بينه والمدرسين دي برضو هتميزه، طول ما في حب وفي شغل في المدرسه في تميز. ممكن حتى تتكلمنا عن الانشطه اللي موجوده في المدرسه؟ الانشطه ديت من اهم الاشياء في اي مدرسه. انا عندي في المدرسه هنا مثلا بدايه من اليوم ما بيبدا كده هذا نشاط الاذاعه. طبعا نشاط الاذاعه دوت بيحفز الطالب اللي هو عنده الجراه اللي هو يدي المعلومه، بيدي للطالب اللي واقف الصبح المعلومه الجديده، حصل امبارح حصل النهارده. عندي انشطه عديده، نشاط رياضي في البدايه، الطالب بيبقى جاي من البيت النهارده عارف اللي عنده نشاط رياضي هيقوم بيه، بيبقى فرحان قوي، جاي عنده حصه تربيه رياضيه النهارده، جاي النهارده طالع خارج بره في مسابقه على مركز مثلا في الاداره التعليميه في رياضه الشيش او الفولي او اي مختلف الرياضات. فطبعا ده نشاط بيخلي الطالب ما يملش من العمليه التعليميه، مهم قوي يكون في نشاط رياضي مفعل داخل المدرسه. عندي بعد كده مثلا النشاط الفني، انا عندي مثلا كل سنه لازم يكون في على الاقل حفله او حفلتين، لان عندي مواهب، مواهب مش شرط في الغناء، لا انا عندي مواهب في الشعر، القاء الشعر ده ببدا ان انا اسكن المواهب دي واشوفها، عندي في الغناء، عندي في الموسيقى، عندي في المسرحه، مسرحه المناهج نفسها. الطلبه عندي ممكن الطالب يبقى عنده موهبه وعشان احنا كمدرسه مش بنكتشفه بيفضل زي ما هو، لكن لا بطلع بنطلع ونشوف الطلبه دي مين ونجيبها وندربهم والى اخره. عندك بعد كده النشاط الثقافي، يعني المكتبه دي تعتبر هي عصب اساسي في المدرسه، اهم من الفصل نفسه. كل الطالب يطلع المكتبه واي معلومه يدور عليها يلاقيها، سواء في الكمبيوتر في المكتبه على النت او سواء الكتب اللي انا بوفرها له جوه المكتبه. كميه اركان الكتب او كميه الكتب الثقافيه لازم تكون متوفره، سواء سياسه سواء ادب سواء علم سواء مشكلات اجتماعيه سواء تربيه سواء سواء سواء، لازم الطالب يطلع يلاقي الكتاب كده في وقت البريك او في وقت حصه المكتبه يبدا اللي هو يقرا ويلخص. ده كله بيسكن عنده التفوق العلمي والتفوق الثقافي في حياته. حضرتك تنصحني بايه عشان اكون مديره ناجحه في المستقبل؟ عشان تبقي مديره مدرسه متميزه، طبعا اول حاجه زي ما اتفقنا ان انت تبقي مدرسه شاطره، مدرسه مجتهده، خلاص كليه التربيه تخشي وزاره التربيه والتعليم تتعيني، من اول ما تخش الكلاس تخلصي بينك وبين نفسك كده لربنا سبحانه وتعالى اللي انا مش هدخر جهد جوه الفصل 45 دقيقه، يعني 45 دقيقه حصه ما اضيعش دقيقه واحده، تاكدي ان ده هيخليكي بعد كده مدرسه متميزه. اقول لك مس فلانه دي ممتازه، كلمه ممتازه دي بتخليكي بعد كده ترشحي لاماكن اخرى، ممكن تقعدي فيه كمدرسه وبعد كده مدرسه اولى، مجرد بس ما تبقي مدرسه اولى ياخدوك وكيله على طول، وكيله مدرسه، وبعد كده سنه سنتين متميزه في شغلك كوكيله مدرسه وفاهمه الشغل الاداري كويس قوي، هترشحي كمديره مؤسسه او مديره مدرسه مدرسه في سن صغير. انا بشكر حضرتك واتمنى ان اكون عند حسن الظن. اتمنى لك ان شاء الله تبقي مديره متميزه وتخدمي وطنك من قلبك، ربنا يوفقك. أصدقائي قد إيه المهنة دي بتحتاج مجهود، وكمان محتاج شخص عنده نشاط وحب للمدرسة والتلاميذ. صنع في حلقة جاية مع صديق جديد من برنامجنا نفسي أكون.